طيب بسم الله كده خلصنا السي دي بي بشغل الترابل شوتينج بتاعه. لسه هنشوف بروتوكول اسمه سي برنامج اسمه سي ان اي بيرسم لك الشبكه ومعتمد فيها على السي دي بي. بس ناخد الاول الايه ال دي بي. عيب السي دي بي ان هو مش موجود غير على سيسكو واجهزه ايه اتش بي. ال دي بي بقى ده ايه؟ هو بالظبط، بس ده اولا ستاندرد رقمه 802.1 اي بي. ده سبورتد على كل الاجهزه سواء سيسكو او غير سيسكو، بل ان هو حتى سبورتد على انظمه مايكروسوفت من اول ويندوز 8 وانت طالع. يعني سيادتك لو جيت على كارت النتورك بتاعك اهو، افتح كده اي كارت نتورك عندك من اول ويندوز 8 وانت طالع، هتلاقي هنا بص ايه ال ال دي بي وانيبلد باي ديفولت، تمام. بس خلي بالك ال ال دي بي على اجهزه سيسكو ديسيبلد باي ديفولت. برضو تقدر تعرف بيانات جيرانك. من ضمن الحاجات الزياده في ال ال دي بي مش موجوده في السي دي بي، بس طبعا السي دي بي في حاجات مش موجوده في ال ال دي بي، هقول لك ايه هي. من ضمن الحاجات الزياده ان هو يقدر يجيب لك البورت ديسكريبشن. مش انت ممكن تخش على انترفيس ديسكريبشن تدي له وصف معين، يعني ده هقدر اعرف اي بي البورت اللي موصلني اللي واصل عند جاري والديسكريبشن بتاعه كمان، واقدر اعرف كمان الماك بتاعه، الماك بتاع الايه بتاع جاري ده. بس بص بقى، في حاجات احنا عارفين ان هي مش موجوده غير على سيسكو زي الفي تي بي والدي تي بي. كان في ده في السي دي بي فيرجن 1 كان ممكن تعرف لو في ميس ماتش في الايه في الفي تي بي دومين نيم، لو في ميس ماتش في النيتف فيلان. بس هنا بيطلع لك لوجات، يعني عارف لو النيتف فيلان عندي مختلفه عن جاري اللي جنبي السويتش اللي جنبي، كان يطلع لك لوج كده يقول لك ايه ان في ميس ماتش في النيتف فيلان، تمام. انما ال ال دي بي هنا ما يفهمش يعني ايه في تي بي اصلا، وبالتالي عمره ما هيطلع لك لوج ان في ميس ماتش في الفي تي بي دومين نيم. هنا بقى في ميزه رائعه للدي تي ال دي بي، ان انت تقدر تقفله او تشغله على الانترفيس في اتجاه معين. بمعنى ايه بقى؟ بصوا للاسف في السي دي بي، شغل بقى لاب، وهنا ال ال دي بي لو عايزين نطبقه عملي باكت تريسر فيرجن 7، وحتى مش شغال على الجي ان اس 3. جربته على الجي ان اس 3 مش بيشتغل، لازم باكت تريسر وفيرجن 7 على الاقل. انت مسطبه عندك هنا؟ فيرجن 7؟ فيرجن 7 باكت تريسر. لا مش بس التولز فين بقى؟ الهارد معاك؟ لا انا لما جبت معايا جبت دول بس، عشان كده قلت لك حط نسخه من. طيب بصوا بقى الميزه في ال ال دي بي ايه دلوقتي. في السي دي بي احنا كنا بنعمل ايه؟ كنا بنيجي على الفتحات اللي واصله باجهزه كمبيوتر نقفل السي دي بي عليها. لما بتقفل السي دي بي على بورد، يبقى البورد ده لا هيبعت اي رسائل متعلقه بالسي دي بي ولا يستقبل. يعني لو جات له اي رسائل سي دي بي هيعمل لها ايه؟ مش هيفهمها، مش هيعرف يتعامل معاها ويسجلها كايه؟ كنبر، صح كده؟ طب في هنا حاجه في ال ال دي بي، ممكن يكون الجهاز ده عليه ويندوز 10 مثلا او جهاز من سيسكو وانا عايز اعرف معلومات عنه. يعني هنا لما اقول له وريني يا ال ال دي بي النيبرز بتوعك، هيجيب لي بيانات الاجهزه دي، لان ال ال دي بي سبورتد على ايه؟ على سيسكو غير سيسكو، بل على بعض انظمه التشغيل، صح كده؟ طب انا دلوقتي بقى لو ده هاكر، مش انا لو سبت البورت ده شغال عليه ال ال دي بي يبقى هيقعد يستقبل الهاكر رسائل؟ يبقى كده الراجل اللي قاعد هنا هيعرف معلومات عن السويتش اللي هو ايه واصل بيه. انا عايز بقى انا ايه؟ انا اللي اعرف معلومات عنه، لكن هو ما يعرفش معلومات عني. فانا ممكن اجي هنا اقفل ال ال دي بي في اتجاه ايه؟ الاوت، يعني ما يطلعش، لكن لو استقبل يقبل عادي، تمام. فممكن اقفل على ده اقول له السند لا، لكن ريسيف ماشي. في السي دي بي يا تقفله خالص لا سند ولا ريسيف، يا تشغله ويشتغل سند وريسيف، تمام. فالميزه هنا ان ممكن تخليه سند اونلي او ريسيف اونلي. هنا ال ال دي بتاعك كل 30 ثانيه على ما اتذكر، في اللي هنا كان 60 ثانيه، هنا الهولد تايم 120، هنا 180.
ايه كمان هنا، تعال نشوف الكونفيجريشن، والكونفيجريشن بتاعته تقريبا هي هي الكونفيجريشن بتاعت السي دي بي مع اختلافات بسيطه تافهه جدا تكاد لا تذكر، اللي هو ايه، هتخش انت دلوقتي تقول له ايه ال ال دي بي ران، التاني كنا بنكتب ايه سي دي بي ران، بس خلي بالك هنا الديفولت على اجهزه سيسكو ان ال ال دي ما بيبقاش شغال، لازم انت اللي تشغله. طب كنا في السي دي بي اقول له انترفيس اف 0 على 0، في التاني كنت بقول له ايه سي دي بي انيبل، ابص كده هنا لما كنت بخش جوه الانترفيس كنت بقول له فين اهو سي دي بي انيبل او نو سي دي بي انيبل، لا هنا بص بقول له ايه، بقول له ال نو ال ال دي بي ران او ال ال دي بي ران. طب في انا عايز اشغله في اتجاه معين ممكن اقول له ايه ال ال دي بي ترانسميت يبقى كده يبعت، ال ال دي بي ريسيف يبقى كده يستقبل، ممكن انا بقول له ايه نو ترانسميت لكن ريسيف ماشي، عشان انا ما افضحش بياناتي للهوستس لكن اعرف معلومات عن الايه. فدايما احنا هنيجي على البورتات اللي واصله بهوستس نخليه يستقبل ماشي لكن يبعت لا، عشان كمان ما اوجعش دماغ الهوستس، ممكن يكون الهوست ده مش هيستفيد بهذه الايه بهذه المعلومات. اي سؤال لحد دلوقتي؟ طب عايز يبقى احنا هنشغله، انا قمت جاي عامل ايه، دخلت على السويتشات دي، على ده وعلى ده وعلى ده وعلى السويتشات دي كلها، قمت جاي كاتب ال ال دي بي ران اللي هو الكوماند عشان ما نضيعش وقت في حرام، وبعدين عادي بقى شو ال ال دي بي، شو ال ال دي بي نيبرز، شو نفس الكوماندات بدل سي دي بي اكتب ال ال دي بي. تعال نجرب كده واحد واحد على ده مثلا انيبل، اعمله زنطوط كده ليه، ايوه شو ال ال دي بي بيقول لك حالته شغال وال 30 وال 120. طيب شو ال ال دي بي نيبر جايب لك نفس الكلام اهو، نفس اللي خدناه هناك. بس بص هنا السويتش بيجيبوا لك بي اللي هو بريدج، يعني مش بيجيب لك اس زي التاني، كان التاني بيجيب لك اس سويتش، لا هنا البي اللي هو البريدج اللي هو يقصد بيه ايه، يقصد بيه السويتش. ديتيلز بقى، ديتيلز هتلاقيه بقى جايب لك، بص بص من ضمن المعلومات ايه الماج بتاع ايه بتاع جاري. هو فين بادئ من إيه؟ من هنا الاي دي اللي موصلني بجاري، الديسكريبشن بتاع، طبعا انا مش عامل ديسكريبشن ها، فعشان كده جايب لك الديسكريبشن نفس رقم الانترفيس اسمه ايه، وادي نفس البيانات. هو ايه اللي حصل، كنترول شيفت 6 اي سؤال لحد دلوقتي؟ هو مش جايب غير واحد بس، وريني كده الاولاني ار 2، واضح ان انا مش مشغله على السويتشات. تعالى كده مثلا على السويتش ده نقول له ايه انيبل كونف تي ال ال دي بي ران، بس كده خلاص. تعالى بقى على ده تاني كده اهو جايبه، ابص بي. اي سؤال؟ ده بالنسبه اهو لل ال دي بي. نرجع للاجنده تاني، شفنا الكونفيجريشن والفيريفيكيشن بتاعه على باكيت تيسر فيرجن 7، وقلنا الحته دي خلاص برضو شرحناها. خش بقى على ايه، على السي ان اي. اوقف الفيديو ده على كده.